وأكد عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الكويت والسعودية عرضت على العراق تزويده بالطاقة الكهربائية مجانا خلال فصل الصيف، موضحا أن هنالك توجه إلى تحسين مستوى الخدمات في محافظتي البصرة ونينوى. دول كالكويت أو العربية السعودية تعرض مثلا منح العراق خلال فترة الصيف كميات من الكهرباء مجانا، وهذا أمر مهم. إيران أيضا تزيد من كميات الكهرباء للعراق، وهذا أمر مهم يساعد في حل إشكالات كبيرة عانى منها العراق ويعطيه فرص أكبر لمواجهة الصعوبات التي تواجهه. هناك جهود كبيرة في محافظة البصرة وكذلك في نينوى. نعتقد هذين تحديين كبيرين نحن نستعد لهما بشكل كامل ونحقق خطوات. ثقوا أن التطبيقات والإجراءات العملية أكثر مما نعلن. نحن نريد أن نحقق أشياء جدية ثم يتلمس المواطن تحقق مثل هذه الأمور. لا ندعي أننا سنحل كل المشاكل ونرفع كل العقبات والعراقيل، لكن سنلمس تقدم حقيقي يسجل في قطاعات ومسارات عديدة تطمئن أن الإجراءات المتخذة هي إجراءات صحيحة وتسير بالطريق الصحيح.